دي اهليه كلام سليم. انما لما هتاخد مصر من 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 جنوبها لشمالها لشمال غربها، الست المصريه اللي هي ام، وسواء كانت بنت او اخت او ام دي او زوجه طبعا كويس، هي العمود الفقري، هي دايما اللي بتشيل كل المتاعب. لما واحد يتعب ما يلاقيش غير مراته وامه واخته، هما اللي واقفين، هي اللي بتشيل كل الاعباء. فاحنا لسه في مناسبه تهنئه الام، بنحيي كل الامهات، وبنحيي بقى بالعنوان الكبير المراه المصريه. والستات في مصر بصفه عامه هم الايه العمود اللي ساند البلد، هم كل ان شاء الله ان شاء الله بابه مفتوح. انت ضربت مثل للناس كتير اللي عماله تقول البلد بتعملش ما بتعملناش ما بتسويناش، انت قلت لهم لا احنا المفروض نقف مع بلدنا، نقف مع بلدنا ومع جيشنا ومع جيشنا ومع شرطتنا في الوقت ده. احنا موقعين بالظبط كده، موقعين وربنا ينصره عنا كده. احنا كنا بنخاف ننام يا جماعه، صح كده ولا كنا بنخاف ننام؟ صح. الوقت ماشيين بامان، هو انسان وقلبه ده ما فيش زيه. والله يعني عارفه حسيت قد ايه في ناس قدر اللي احنا فيه كلنا. ربنا يعينك. تخيل حسيت ان اي مجهود اي تعب يتعمل مش هيفرق معايا حاجه.